عائلتي على مشارف المدينة. الله أكبر. ليش ما رجع؟ ليش ما إجا؟ ثم بعد ذلك سمع صيحة في المدينة. قال ما الخبر؟ قالوا قتل مسلم بن عقيل. قل يتوكع على عصا. قام وقع على وجهه. قال أما والله إن في هذا لمصائب أعظم وأذى. يقول يمشي. سندوا له إلى أن وصل. قال من الذي جاء؟ قالوا له هذا زين العابدين يتكلم. قال أين أبوك الحسين؟ أبوي أنت جيت. أبوك وين؟ تعرف هذا رأى عمه ورؤية العم يعني رؤية الوالد. ها يقول احتضن. قال عم يا عم أتيتك يتيما. يقل لمحمد محمد يا عم جيتك يتيم. استيقظ نظر يمينا وشمالا شاف اكو امرأة قاعدة يمه. قال له بني من هذه المرأة؟ اكو مرأة هاي قاعدة يمي ما عرفتها وشلون قعدت الى جانبي؟ شو هواي ماخذ راحتها بالقعدة؟ بني من هاي المرأة؟ من التي جلست الى جانبي؟ قال عم يا عم دقت النظر جيدا. الله اكبر هاي تفلش القلب. ها عم يا عم دقت النظر جيدا. باو عندها زين شو ما منه نظر. قال ما عرفتها من هي. قال يا عم انظر اليها. قال يا عم انظر اليها. نظر قال من هذه؟ زينب الهاشمية. فصاحت زينب لا يا محمد قل زينب المسكة من أذن الله. يم عنده ودج زينب عند جميلها. من هذا؟ قالوا تكفل بزينب عليه السلام. ولم داع الأخوة. ها؟ الإخوة شوية وداعهم يصير شنو؟ قادح بالفؤاد. يصير جمرة بالفؤاد. شوف. ولما فعزني وناديت حلمي أن يتوب فلم يغني. بالفعل هذا الوداع ووقف مع هذه الشخصية العظيمة. يقول اعتنق شمه وضمه إلى صدره. بعد أن ضمه إلى صدره قال أخي هذا الوداع. ها؟ والملتقى يوم القيامة. الملتقى يصير هناك في ذاك المكان. يقول طلع. لكن شلون طلع اللي طلع؟ طلع شاف هاي المرة ومرة ثانية. شو وقت رآه حينما عاد ركب الحسين. ها؟ يقول وصل الخبر ركب الحسين عاد إلى المدينة. الله. يقول كان يفترش الأرض علي المريض لا طاقة له على القيام. لما سمع بهذا قال إذا كان كذلك قلوا لأخوك محمد بن الحنفية مريض أريد يجيني أنا ما أقوى على استقبال الحسين. قالوا وقف بعائلتي على ما
ليش ما مرشى؟ ليش ما اجى؟ ثم بعد ذلك سمع صيحة في المدينة. قال ما الخبر؟ قالوا قتل مسلم ابن عقيل. يقول يتوكع على عصاه، قام وقع على وجهه. قال أما والله إن في هذا لمصائب أعظم وأذى. يقول يمشي، سندوا له إلى أن وصل. قال من الذي جاء؟ قالوا له هذا زين العابدين يتكلم. قال أين أبوك الحسين؟ أبويا أنت جئت، أبوك وين؟ تعرف هذا رأى عمه، ورؤية العم يعني رؤية الوالد. ها يقول احتضن. قال عم يا عم أتيتك يتيما. نظر يمينا وشمالا، شاف اكو امرأة قاعدة يمه. ها قال له بني من هذه المرأة؟ اكو مرية هاي قاعدة يمي ما عرفتها، وشلون قعدت الى جانب شهواي ماخذ راحتها بالقعدة؟ بني من هاي المرأة؟ من التي جلست الى جانبي؟ قال عم يا عم دقت النظر جيدا. الله اكبر، هاي تفلش القلب. ها عم يا عم دقت النظر جيدا. باوعلها زين جوا منه.